بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من ملعب دودي سبورت. قبل ما نعمل الاشتراك، قبل ما نكلم الفيديو ونخش على الفيديو، عايزين نعمل اشتراك للقناة ونفعل الجرس ونوصل الفيديو ان شاء الله الى 10,000 لايك ان شاء الله باذن الله بنجح بكم. وعندك لينك الفيس عندك في اول كومنت، وعندك لينك الحلقه في اول كومنت من ملعب دودي سبورت. حلقتي اليوم عندي ثلاث اخبار من الحلقات الناريه اللي فعلا كل الناس عماله تقول لي يا كابتن فين الصفقات، فين الحاجات الجديده اللي عندك، فين كل مين ومين وقع ومين ما وقعش، وعايزين نعرف الدنيا. ما تخليناش نشتاق اللي انت يا كابتن محضر لنا مفاجات من العيار التقيل. هل انت مخبي حاجه جوه دماغك انت يا لئيم انت يا سوسه؟ انا عارفك وانا عارف دودي سبورت بيبقى نوعه ماشي عامل ازاي. بص مش قادر اقول لكم صراحه، دودي سبورت ده خبيث من ضمن الخبائس اللي جوه ملعب المستطيل الاخضر. طبعا النهارده هنتكلم على ثلاث لقاءات، ثلاث صفقات من العيار التقيل فعلا بعد تجديد ياسر ابراهيم، وبعد اقتراب محمد ابراهيم نجم السيراميكا كليوباترا ونجم الزمالك السابق، وطبعا يحصل التعاقد احمد حجازي على يعني الحلقه جميله جدا، وان شاء الله باذن الله تليق باعجابكم، وان شاء الله باذن الله نكون عند حسنكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. يقترب رسميا، مش رسميا يخلص يوقع، لا انا بتكلم يقترب يعني في كلام وفي مناقشات وفي رغي وفي حاجات وحركات ومحتاجات من اللاعب محمد ابراهيم نجم الزمالك السابق ونجم سيراميكا كليوباترا الحالي. محمد ابراهيم يقترب الى النادي الاهلي بنسبه 70-80%، يعني لسه من بدايه الموسم الجديد هنشوف الدنيا فيها ايه. احنا بنتكلم على يقترب رسميا، وبنطلع بعديها بكام يوم بناكد الخبر، ايه الخبر ام صحيح ام لا. انت بتتكل على الله ثم عليا انا بجيب لك الخبر الصحيح، اوكي انا بجيب لك الخبر اليقين، اوكي، بس انا بتكلم الاول بقول اللي فيه كلام بيحصل مع محمد ابراهيم، مع امير توفيق، مع كابتن محمود خطيب، مع الملياردير ياسين منصور. كل الكلام ده لازم يكون كل اللعيبه دي او كل الجمهور عنده الاشتياق في الحته دي علشان اقدر اوصل لك المعلومه كويس جدا. الاهلي يجدد لياسر ابراهيم 3 سنين من غير ما يقول لك انا عايز شرط جزائي. يعني نادي الاهلي يا جماعه اللي بيروح يلعب في نادي الاهلي بيرحب جدا 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 بقاموس او بمكياس او بمقادير النادي الاهلي، اللي فعلا اي حد يمديله هو مغمض عينه يغمض كده ويوقع، يقول لك يوقع ياسر ابراهيم، يقول له كابتن حط الرينج اللي انت عايزه، انا كفايه الرجل في الملعب، كفايه ان انا جوه النادي الاهلي، كفايه ان انا بنتمي للنادي الاهلي بعد تالق ياسر ابراهيم الفتره الاخيره مع منتخبنا المصري والنادي الاهلي. ياسر ابراهيم يوقع رسميا ويجدد ليه 3 سنين تحت قياده الملياردير ياسين منصور. الاهلي يحصل على توقيع اللاعب احمد حجازي نجم منتخبنا الوطني ونجم اتحاد جده السعودي 3 سنين تحت قياده ايضا ياسين منصور. ايه يا عم هو في يا عم دودي؟ هو ما فيش غير ياسين منصور اللي في البلد؟ اه راجل معاه فلوس، راجل ما بيخليش النادي الاهلي محتاج، راجل لو شاف الخزينه بتاعت النادي الاهلي ده لو ما فيهاش فلوس يقدر يقول لك انا من جنيه للي انتوا عايزينه باخر نفس في العمر. شوف الراجل حبه في النادي الاهلي، كيانه في النادي الاهلي، متعته في النادي الاهلي. طب نعمل ايه؟ ايه يا عم دودي؟ انت زملكاوي، انت محموق قوي على النادي الاهلي كده ليه؟ لا انا مش محموق، انا بتكلم في حته اصول يا جماعه، وبتكلم في الصح، ودايما لما بنيجي نتكلم في الصح الناس بتزعل مني ليه؟ انا ما بحبش حد يزعل مني، علشان انا بحبكم، بحبكم والله، انا بحبكم والله. يعني اغنيه محمد فؤاد بحبكم والله، للوهم لا لا، للحزن لا لا، للهم لا لا لا. احنا بتوع الهم في نادي الزمالك. ياسين منصور بيظبط الدنيا كلها، بيقول لك لو النادي الاهلي الخزينه بتاعته ما فيهاش يبقى انا هحط الخزينه اي حاجه يطلبها النادي الاهلي، انا كشركه راعيه للنادي الاهلي احط له اللي هو عايزه. يعني كده احمد حجازي من بدايه الموسم الجديد، هل يا كابتن دودي هيكون في اتحاد هيكون في الاهلي المصري من بدايه الموسم الجديد؟ احمد حجازي يوقع رسميا للنادي الاهلي تحت قياده ياسين منصور ان شاء الله باذن الله. والزمالك اخر خبر، الزمالك يرفض اللعب على ملعب السلام لمباراه القمه. لسه عايزين نشوف الدنيا فيها ايه. قبل ما اقفل معاكم عايزين اشارك القناه ونفعل الجرس، ويا رب تكون الحلقه عجبتكم، وباذن الله نكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. تنتظروني في كل يوم فيديو جديد، وهعمل مسابقه جامده جدا قبل لقاء القمه، قبل لقاء الاهلي والزمالك، وان شاء الله باذن الله يكون كل الناس كسبانه معايا من ملعب دودي سبورت، علشان هجيب لكم كل حاجه في اللي هيتوقع معايا على الكومنتات
وباذن الله اكون عند حسن ظنكم. انتظروني في كل يوم فيديو جديد. قبل ما اقف معاكم نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو ان شاء الله الى 20,000 لايك. بنجح بيكم بدعواتكم واكون عند حسن ظنكم. بشكركم، سلام عليكم.